شوفي سيدك لبنى تتبع في اخبار السياسه العالميه. والله لا فهمت من بكري وانا نقرا، قالك سوريا باش نسحب من روسيا ولا روسيا باش نسحب من سوريا؟ شكون اللي قالك ساعه؟ هو بوتين قال سوريا باش نسحب من لوبيا. وانا سوريا وانا لوبيا، الله لتربحك يا كريم. شكون كريم شو مدخله في لوبيا؟ ماني عرفت واحد يحب يخطبني ويحب ياخذ وحده كيفي بوليتسيال. ايه قلت منور وجهي. لبنى في بالك غدوة عيد الاستقلال؟ هيا باه وصلنا 60 سنة الحمد لله يا ربي، توا نجمو ناخذوا الريتريت. هي وش باش نعملوا بيه الريتريت؟ نهزوا فاليجاتنا ونهجوا. والباجي مسكين عمرو استقلال ونص، شكون بيه في البلاد؟ يلي ويلو ربي اش تحبين نعمل له، هو عاش حياته. يلي ويلو يلي ويلي 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 ويلي. يا لبنى لبنى شنو؟ قالك فرنسا باش تصايب فيزا 90% للتوانسة. اي قول لهم صايبوا ولا قعدوا، ما عاد حد ماشي لفرنسا. اللي ياخذ فيزا شنغن فيزا شنغن، لا عاد لسويسرا لا ايطاليا لا المانيا. انا كي ناخذ فيزا والله لا نمشي لشنغن، تعبت بالعرب وانا ما عادش نحب نشوف حتى مارك من مارك اللي نشوف فيه. يا ربي مانيش مصدقه ما لا مصدقه. شنغن هي الشركه اللي تعطي فيزا للاوروب الكل بالاماره مولاها مسيو شنغن، ياخذ 2000 على كل فيزا. وبنته هي اللي حكيت لي قرات معايا في الميسيون مادموزيل شنغن امي غامي. كنت بالحق كلثوم وصاب كان قريت اختي في الميسيون وراني عرفت ولد الكارت سيجور بيدو. كلثوم ريتو لانفيتي الخرج هذاك؟ شكونو تي الخرج من الاستوديو هذاك متاع الزقلامه؟ شنو هي الزقلامه؟ اوه ما تعرفش الزقلامه؟ لا يا حمامه شد شد انتي البندير شد حكيتك فارغة في الشتيح. هاي اعطيه اشكيلو يا زهري ويا اما واش ندنيلو ياها يا لميمة ويا اما هي كان جاقوليلو ياها. وي وي لا لا خويا كومبلي كومبلي 31 ديسمبر يعيش خويا في الامان. شو مكانه كومبلي؟ قناة 9 عسلمة وانا قناة